خطوه خطوه بنجهزوا الصدق والخضار بتاعها ونطلعوها ان شاء الله. بعد ما نتبلوها بتطلع على طول على بره في البوله بتاعتها وبتنزل على الحوش. تمام. نفس الكلام برضو اللحمه بتتقطع الخضار بتاعه كله واللحمه بتاعته وبتطلع بره على الحوش. كل ده في المطبخ هنا في قسم تجهيزات عندنا يعني. أحب أدي فكرة بسيطة عن الحواوشي. هو عبارة عن وجبة يعني الشعب الأسكندراني مقبل عليها بطريقة استخدمها على طول بحيث إن هي سهلة وسريعة، وبالإضافة إلى كمان برضك هي فيها مكونات عناصر غذائية من لحمة وبروتين وبصل وفلفل وبقدونس وكل حاجة. بداية نفرد العجينة ونحط عليها المكونات بتاعتنا سواء صدوق أو بسطرمة أو خلطة لحمة، ونضفر العجينة زي ما انتوا شفتوا برضك في الصورة قبل كده، ونفرد العجينة. بعد ما نفردها بنرشها بالمية عشان خاطر ما تنحرقش وشها ما ينحرقش، بنرش على المية. وبعد كده بديها جبنة تركي وموتزاريلا، عايز وش بيتزا. والاسعار عندنا برضك مناسبه للجميع، يعني بيبدا مثلا من 15 20 25 30، وهي برضك يعني احنا ميزه برضك اللي بنتميز بيها الحمد لله رب العالمين. منتجاتنا زي ما انتم شايفينها كده بلدي، لحوم بلدي، انتاج مزارعنا في المعموره. الحواوشي الاسكندراني يعني مش في اي حته، هو يعتبر لله الحمد لله رب العالمين في مصر بالذات الحواوشي الاسكندراني مسمع، بحيث اللي هو يعني بيتعمل بصنعه بطريقه معينه من طريقه العجينه بتاعته لحد التقفيل والشغل، بيبقى حاجه متسبكه وحاجه مظبوطه.